بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله يحب الذين يحبوا يحبوا، هنا ذكر حب الله. استيقظوا يرحمكم الله. إن الله هذه معلومة، وهذه كما تقول أنت يحطنا ربي في واقع. إن الله يحب، إذا أنت إذا كان تدعي حبك لله خالصا، فما عليك إلا أن تعمل بهذه الآية. إن الله يعني نورك الطريق حتى تخف أوزارك وتضعف غفلتك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. أنتم مشتتون، وين الإسلام؟ أمة واحدة وأمة وسط لا تطروا بها، ولا بهتان ولا اتهام الإنسان بما ليس فيه ولا ليس من أعماله وليس من نواياه. يعني تحاكموا الناس على نواياهم، ولا دخلت أنت الداخل. قل النبي عليه الصلاة والسلام: ألا شققت على صدر؟ أنتم اللي تعرفوا الصدور أكثر من ربي، اللي يعلم ما كل شيء بما فيه ما تخفي الصدور. انتظروا سترون سوء عاقبتكم وأنتم ما لا تحلمون بما ليس له واقع، لا في أنفسكم ولا في غيركم. نسأل الله أن يزيدنا معرفة به ويزيدنا واقعية حتى نتجنب أخطاء مرت علينا ونحن غافلون. الآن آن الأوان أن تنظروا إلى من يحبهم الرحمن. والسلام.